وما أوفق الدعاء كما جاء في السنة المطهرة؟ روى البخاري ومسلم كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي مسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي مسلم علم الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا دعاء جامعا، وهو: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن ذلك يجمع لك دنياك وآخرتك. وفي الصحيحين: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وجاء في صحيح مسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وفيه أيضا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهناك غير ذلك كثير، والله أعلم.